شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التاءات الثلاث: التهذيب والتثقيف والتربية. بعض الأخوات المؤمنات اقترحوا أن نتحدث في هذا اليوم حول الزاءات الثلاث. الزاء الأولى الزهد، والزاء الثانية الزمان، والزاء الثالثة الزوج والزوجة. فنتحدث بإذن الله تعالى حول هذه الثلاثة. أما الموضوع الأول فهو الزهد. ما هو معنى الزهد؟ هذه الكلمة نسمعها كثيرا. ما هو تعريفها؟ أو ما هي علامتها؟ هنالك حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذا الحديث لطيف جدا. الإمام في هذا الحديث يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الزاهد والصابر والراغب. نحن يجب أن نلاحظ أننا من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، وأية علامة هي التي تتحقق فينا. الإمام يقول، هذا الحديث رواه الحاجي النوري في المستدرك: أيها الناس،
إنما الناس ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع: زاهد وراغب وصابر. فأما الزاهد، ما هي علامته؟ نريد أن نعرف علامة الزاهدين، وأننا واقعا زاهدون في هذه الحياة أو لا. فأما الزاهد، هذه العلامة علامة جدا مشكلة وتحتاج إلى تربية قوية للنفس حتى تتحقق هذه العلامة. فلا يفرح بشيء من الدنيا. إذا جاءوا له وقالوا له: إنك أعطيت كنوز قارون، لا يفرح. يمكن أن تكون عنده كنوز قارون، هذا يجب التفريق بين الحالة الخارجية والحالة النفسية. يمكن أن تكون عنده كنوز قارون. إذا قيل له: إنك الآن ورثت كنوز قارون، يملكها ولكن لا يفرح بها. إذا قيل له: إنك الآن عندك ملك سليمان، الله تعالى أعطى لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا الملك إلى الآن لم يتحقق ولا يتحقق إلا ربما في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ما يفرح بذلك. إذا قيل له: إن جميع جرائد الدنيا كتبت عنك ومدحتك، لا يفرح بذلك. فلا يفرح بشيء من الدنيا. هذا الجانب الأول. ولا يحزن عن شيء منها فاتح. إذا كان عنده الملايين، اجوا قالوا لأن كل هذه الملايين راحت، ما يتأثر. السيد مرتضى القزويني حفظه الله في يوم من الأيام جاء إلى الوالد رحمة الله عليه في الكويت، قالوا له: أكو فد مطلب، روح قله للوالد ولكن هيئ له مقدمات حتى لا يصدم بذلك، لا يتأثر. فسيد مرتضى إجا وأخذ يقول مقدمات حول البعث، أنه أنتوا تعلمون أن البعث العراقي دأبه الإجرام والعبث بأموال الناس وكذا وكذا. أخذ يمهد مقدمات. الوالد رضوان الله عليه قال له: شاف دا يمهد مقدمات، شنو تريد تقول بالنتيجة؟ ذو المقدمة شنو هو؟ هل تريد أن تقول إن البعث صادر ما أملكه في كربلاء؟ هذا تريد تقول؟ قال: إيه، البعثيين صادروا جميع كتبك وجميع مؤلفاتك وجميع الأشياء التي كانت لديك،
وطبعا تعلمون أنه الكتاب عند المؤلف ربما يكون مقامه مثل مقام أولاده، يحب كتابه كما يحب أولاده. الوالد يمكن إلى الآن حوالي 50 كتاب من كتبه ضايعة في العراق مو موجودة، وكثير منها عند البعثيين. وقبل فترة جاء واحد إلى سوريا قال أنا أتمكن أنقذ لكم هذه الكتب، كل كتاب مقابل ما أعلم 100 دولار أو 300 دولار أيهما المهم. فواحد طالع ما أعلم ثمن كتاب واحد أو 3 كتب راح وأنقذها بالمال. وواحد منه الكتاب المتعلق بالوالدة وهو كتاب المنصورية، هذا من الكتب المنقذة وطبع أخيرا. فقال إن جميع كتبك وجميع مؤلفاتك كلها صادروها. الوالد قال إذا كل كربلاء لو كل العراق كان ملكي، وإجوا وقالوا لي أن البعثيين صادروا جميع هذه الأملاك، ما كنت أتأثر بمقدار شعرة. وإذا كل ليلة كنت أنام في الساعة 10، في هذه الليلة نومي ما يتأخر ولا دقيقة واحدة. الدنيا مو مهمة عندي. جذر هذه الحالة، يعني هذه الحالة أنه لا يفرح ولا يحزن، جذرها شنو؟ جذرها أن الدنيا ما إلها قيمة عند المؤمن. مثل شنو؟ مثل إحنا عندما نشوف الأطفال ونشوف لعب الأطفال بحسن نتعجب على شنو دا يتعاركون هؤلاء الأطفال، ليش يتعاركون، شنو قيمة هذه الأشياء الملاعيب التي يلعبون بها، قيمة ما إلها. إذا واحد إجى أخذ منا ملاعيب الأطفال نتأثر ذيك الليلة نسهر؟ لا، قيمة ما إلها عندنا. المؤمن ينظر إلى الدنيا هكذا. كنت في الطريق بين طهران وقوم سائق التاكسي رجل عجيب كان، وكان يتحدث معنا من طهران إلى قوم جرة واحدة تقريبا حول الماورائيات وعالم اللاهوت وعالم ما بعد الموت. وعندما أجيت هنا إلى قوم شفت الوالد رحمه الله، نقلت له المهم الأشياء اللي ذكرها، فتعجب الوالد من بعض المقاطع. وكان ويانا فتى شيخ أيضا بالسيارة نام من الأول للأخير المهم. فما الأشياء اللي كان يقولها؟ أشياء عجيبة كان يقولها. سألته حول أشياء كثيرة. على كل حال هو هالشكل كان يدعي وكان يقول، كان يقول عندما واحد يروح إلى عالم الأرواح إذا شفتوا فد واحد فد عربانة ثقيلة ماخذها ودا يجرها بقوة، فد عربانة ماخذ ودا يجرها والعرق دا يصبب منه ومتأذي، تنظرون إلى هذا الفرد؟ يقول الأرواح ينظرون إلينا بهذه النظرة. إحنا عندنا فد عربانة وهي عربانة البدن، هاي فد عربانة، الروح دا تجر هاي العربانة ورابطيها بهاي العربانة ما تتمكن تنفلت منها. الروح هي كلها عين
ولكن عندما تتقيد بهذا البدن تنظر من خلال نافذة واحدة فقط، مثل واحد ساجني في زنزانة ومخليله في الثقب يباوع منه، هذا مقيد. عندما واحد يروح إلى العالم الآخر كله يتحول إلى شنو؟ إلى نظر، ويشوف كل شيء. فيقول ذول الأرواح هناك فوق عندما ينظرون إلينا يشوفون مجموعة من الناس المتعبين، يعني الأرواح دا يجرون هاي عربانة البدن بقوة، ويتنازعون ويتعاركون على شنو؟ على هيج. المؤمن عندما ينظر إلى الدنيا بهذه النظرة بعد لا يفرح بشيء منها ولا يحزن بشيء منها، ما يتأثر. أنا قلت لبعض الإخوة في الحاج الدنيا مو مشروع المؤمن. إذا شيء ما كان مشروع المؤمن ما يتأثر إليه. يعني شنو؟ يعني ما أعلم أنتوا اللي كنتوا في الكويت شايفين الانتخابات في الكويت فد معمعة انتخابية عظيمة بين المرشحين. بعض المرشحين من 4 أعوام قبل الانتخابات يشتغلون ويعملون وينشرون المناشير ويروحون للدواوين ويتعبون ويبذلون الأموال. إذا فد واحد مو مربوط بالانتخابات، لا هو منتخب ولا هو منتخب ولا قريب لمنتخب، ربا إلى ربط. شلون ينظر الانتخابات؟ أنتوا اللي فيكم شلون تنظرون إلى انتخابات الكويت في منطقة الرقة مثلا؟ قيمة ما إلها عندكم أنه هذا المرشح طلع لو ذاك المرشح طلع، إذا ماكو فارق بينهما من الناحية الدينية، يعني شلون تنظرون؟ بس ما إلى قيمة. أنه في أمريكا هذا المرشح أجل وذاك المرشح أجل، ما إلى قيمة عندكم، مو مهم عندكم. الذهب في الأسواق العالمية صعد أو هبط إلى قيمة عندكم؟ أصلا صفحة الاقتصاد كثير من الناس عندما يطالعون الجرائد أصلا يعبروها، أصلا ما يشوفوها، لأن الاقتصاد مو مشروعهم. أما إذا واحد شنو يبيع الذهب لو يتعامل بالدولار، كل ضغط يرتفع وينخفض على مود شنو؟ على مود أن الدولار أو الذهب ارتفع أو انخفض. ليش؟ لأن ذاك الذهب مشروع وهذا الذهب مو مشروع. المؤمن بالنسبة إلى الدنيا هكذا، الدنيا مو مشروعة، فكرة في الآخرة. ولذلك إذا يوم من الأيام قرأ مثلا جزء من القرآن يفرح بذلك لأن يرتبط بمشروع. أما إذا حصل مثلا 1,000,000 تومان ما يفرح بذلك، يعني ما إلى قيمة. هذه الحالة الموجودة عند الزاهدين. ما هي آثار الزهد في الحياة؟ الأثر الأول الراحة. في الحديث الشريف الزهد في الدنيا الراحة العظمى، واحد يرتاح ما يتأذى. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الملكوت للإنسان. كان أكو هنالك عالم توفي جديدا، هذا العالم يقال له الكوهستاني، معروف هذا العالم. رجل يقول أنه أنا كنت في الحاج
فنقل لي أنه يوجد هكذا عالم يقال له الكوهستاني، وأنه عند كرامات، وأنه يعرف البواطن، يعرف الباطن. فاشتقت إلى أن أرى هذا العالم. يقول قالوا لي لكنك لن تدركه لأن هذا مريض وقريب يموت بعد ما تشوفه. يقول أنا هواي تأثرت. يقول رحت ما أعلم في عرفات، قال وين كان، كأنه في عرفات، ودعوت الله تعالى أن أرى هذا العالم قبل موته. يقول رجعت من الحج، ذهبت إلى مشهد، كنت في الحضرة أو في الحرم، وإذا شفت فتشيخ إجا والناس يجون يقبلون إيده يسلمون عليه. فقلت هذا منو؟ قالوا هذا هو الكوهستاني. يقول أنا هواي فرحت، رحت عنده سلمت عليه، فقال لي بدون معرفة متقدمة الدعاء الذي دعوته في عرفات الله استجابه، أو في منى مثلا. يقول رجع العالم من مشهد ومات. هذا العالم موجود في إيران، ذاك موجود في عرفات مثلا، ويدعو ويعرف باطنه. هذه من فوائد الزهد في الدنيا. إحدى الفوائد الأخرى اللي حقيقة إحنا لازم نهتم لها، أنه في الواقع الأفراد الذين يكونون قادة للمجتمع يجب أن يكونوا غير المجتمع، ولا يقارنوا أنفسهم بالمجتمع. الله تعالى يقول لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذا زوجة النبي أتت بذنب يضاعف لها العذاب ضعفين، وإذا زوجة النبي أتت بطاعة تؤتى أجرها مرتين. يعني زوجة العالم هذه قدوة في المجتمع، إذا أتت بطاعة الناس يتعلمون منها، فبعملها تكون مشوقة للآخرين. وإذا والعياذ بالله أتت بذنب، يعني مثلا زوجة العالم إذا طلعت وشعرها طالع، شنو يصير؟ الآخرين يتعلمون منها. إذا شعرها لهنا طالع، فت شعره طالع، الناس يطلعون شعرهم لهنا. هذا الشيء طبيعي. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لئلا يتبيغ بالفقير فقره. إذا بيوت العلماء دخلوا في الدنيا قليلاً، الناس يدخلون في الدنيا كثيرا. إذا بيوت العلماء سووا غيبة واحدة، الناس يسوون 1000 غيبة، يقولون ذول قدوتنا. فإذا الفقراء شافوا، وإذا الناس شافوا أن بيوت العلماء زاهدون في الدنيا يتعلمون منهم، الفقراء يخف ذلك عليهم، يقولون خوب ذولا مثلنا. هذه قضية مهمة. الوالد رحمه الله كان يعاني من آلام في الرجل. كثير من الإخوة في الكويت اقترحوا، قالوا احنا نخلي كراسي في غرفة الوالد على نفقتنا. هذه القعدة جدا مؤذية وجدا مضرة، القعدة على الأرض. فأنا مرة قلت للوالد، هم قالوا للوالد، أنا قلت للوالد، غيري قال للوالد، نخلي كرسي لك وحدك أو قنفات نخلي في هذه الغرفة. الوالد ما كان يقبل،
فد مرة عندما قلت للوالد، الوالد قال أتعلم كم حولنا من الفقراء؟ إيش قد فقراء أكو حولنا؟ اللي لحم ما عندهم ياكلون، خبز ما عندهم ياكلون، مدفأة في الشتاء ما عندهم، بنكة في الصيف ما عندهم. فإذا شافوا أن بيت العالم مثلهم أو مقارب إلهم، هذا الشيء يخف عنهم. أما إذا شافوا لا بيت العالم دخلوا في الدنيا، الآخرون يدخلون في الدنيا أكثر، يعني إذا بيت العالم دخلوا في الدنيا المحللة الناس يدخلون في الدنيا المحرمة. أكو هنالك نقطة أخيرة ونختم بها الموضوع وندع بقية الموضوع لما بعد، وهي حقيقة أن الناس لا يتحملون. يمكن الأشياء يرونها لهم محللة، ولكن لبيوت العلماء لا يتحملونها. عندنا واحد من علماء الكويت هذا النقل أنه في عقد ابنه، عقد ابنه، بنته كانت مشترية ثوب بمئة دينار، يعني ربع مليون تومان. في تلك الحفلة جاءت بهذا الشكل بالثوب مئة دينار. حتى في الكويت أكو فقراء أيضا، الفقراء ما يتحملون. في كل بيت أكو خادم، الخادم ما يتحمل يشوف أنه بنته أو زوجته في مثلا لاهور وضعها كذا وهؤلاء وضعهم هكذا، ما يتحملون. هي هاي الخادمة اللي تيجي تغسل الملابس أو الصحون تشوف هذا الوضع وتشوف وضعها في البيت. في الحديث وإن العين تدخل الرجل القبر والبعير القدر، بعير إذا ضربوا عين يذبحوه يطبخوه، البعير يدخل في القدر. فالبعير هواية إلى هيكل ومنظر ومهابة، واحد يشوفه يضرب عين نفس اليوم يمكن يأخذوه يذبحوه وينتهي. فد مرة واحد يتمرض بمرض والعياذ بالله لا علاج له، عين هذه. بعد أيام معدودة زوج هذه المرأة تمرض بمرض طفيف، هاي المرأة اللي اجت بثوب 100 دينار، مرض طفيف، ما أدري التهاب في المعدة في كذا، ودوه للمستشفى سووه عملية ضربوا بنج، بعد ما أفاق من البنج وانتقل إلى رحمة الله تعالى. يعني في الواقع هذه الأشياء مؤثرة، الناس يتعلمون منها، الناس يرونها. لذلك ينبغي بقدر الإمكان، هذا الشيء هم مفيد إلهيا، هم مفيد اجتماعيا، هم مفيد للدنيا، هم مفيد للآخرة، أنه بقدر الإمكان أن الإنسان يحاول أن يكون زاهدا في هذه الدنيا. إحنا نكمل هذا الحديث عن أمير المؤمنين، فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يحزن عن شيء منها فاته، الدنيا ما لها أهمية عنده. وأما الصابر فيتمناها بقلبه، فإن أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها. الصابر يحب الدنيا، ولكن إذا الدنيا المحرمة إجت يمتنع عنها، الرغبة عنده. الزاهد رغبة ما عنده في الدنيا، ولكن الصابر عنده رغبة ولكن يمتنع.
وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام، ما يهم، وإنما يخوض في الدنيا. ننقل هذه القضية الأخرى ونختم بها الحديث عن الكوهستاني. أيضا كان أكو دكتور من الدكاترة طبيب عيون في منطقة ساري، منطقة في إيران. يقول إجوني مجموعة من الأطباء من طهران، أطباء طهرانيين، فتغدوا عندي أو كانوا ضيوف عندي. صار الحديث عن الكوهستاني أنه هذا عالم زاهد على كرامات، فذولا تشوقوا أن يشوفون هذا العالم. يقول رحنا إلى ذاك العالم في منطقته، بعد ما رجعنا شفت واحد من الدكاترة اللي جايين من طهران جدا متأثر. يقول أنا قلت لي ليش أنت متأثر؟ قال في الواقع اتفقت لي قضية مع هذا العالم وأنا متأثر لهذه القضية. قلت لي شنو؟ قال أنه عندما رحت إلى بيته وشفت وضع بيته كلش محقر، كلش متواضع، كلش عادي، يقول إجا هذا الفكر في ذهني أنه في هذه الدنيا اللي الجميع يفكرون في الدنيا ويركضون وراء الدنيا، يمكن أن يكون هذا العالم حقيقة زاهد في الدنيا لو هذا النوع من الدكان، يعني هذا الوضع اللي عنده لجذب الناس لخداع الناس. هذا فكرت في قلبي، يقول بمجرد ما فكرت نظر إليه كأنه قرأ ما في قلبي، ثم رفع عينه أو يده إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لم أفعل هذه الأشياء لأجل الدنيا ولخداع الناس. يقول أنا جدا خجلت على هذا الخاطر الذي مر في قلبي، عرفت أنه قرأ ما في قلبي وأنا متأثر لسوء الظن الذي ظننته بهذا العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الزاهدين. إن شاء الله بقية البحث لما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرق هدي.